بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد الفتح بحي المعادي بمدينة القاهرة، ونواصل فعاليات الأسبوع الدعوي والثقافي لوزارة الأوقاف برعاية معالي وزير الأوقاف فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة، وبمشاركة نخبة من كبار العلماء والأئمة وكبار القراء والمبتهلين. وموضوعنا في هذه الليلة عن الإحسان، والإحسان إخوة الإيمان لغة ضد الإساءة، والمساوئ ضدها المحاسن، والحسنة ضدها السيئة، والحسن ضده القبح. أما الإحسان في الاصطلاح فله معان متعددة، ما أعجبني منها أنه يعني فعل ما ينبغي فعله من المعروف. يقول جل وعلا: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. خير ما نستهل به هذا اللقاء الإيماني المبارك آيات من الذكر الحكيم يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ شريف عامر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف فلا تقل لهما أف ولا
تنهرهما. وقل لهما قولا كريما. وقضى ربك ألا تعبدوا أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف فلا تقل لهما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين. فإنه كان للأوابين غفورا. إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا.
فصل لربك وانحر. فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. فصل لربك وانحر. فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. هكذا أيها الإخوة المؤمنون استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة والتي تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ شريف عامر. ونحن نواصل فعاليات الأسبوع الثقافي في اليوم الثاني والذي تقيمه وزارة الأوقاف، ويحضر معنا في هذه الليلة المباركة فضيلة الأستاذ الدكتور بكر زكي عوض عميد كلية أصول الدين الأسبق، وفضيلة الدكتور محمود خليل سيد وكيل مديرية أوقاف القاهرة، وبحضور الدكتور منتصف محمود عبد المهيمن مدير الإدارات الفرعية بمديرية القاهرة، والدكتور ياسر معروف خليل مدير إدارة المعادي، والدكتور محمد السيد حسن المفتش بالإدارة، والشيخ علاء مجدي صقر المفتش بالإدارة، والدكتور عبد الله عبد الفتاح المفتش بإدارة الأوقاف، والدكتور عبد الرحمن رضا علي إمام المسجد. أيها الإخوة الأحباب، إننا في الحقيقة نشعر كثيرا بالأسى والحزن عندما نتأمل القرآن الكريم، فنجد فيه ما يقرب من 66 آية تتحدث عن الإحسان والمحسنين، ولكن عندما ننظر إلى حال المسلمين لا نجد إحسانا في أي صنعة، لا نجد إحسانا في كثير من المهن، مع أن الحق جل وعلا حثنا على الإحسان وإتقان كل عمل نقوم به في أي مجال من المجالات، في الطب، في الهندسة، في الزراعة، في الصناعة، في كل ميادين الحياة. فالإحسان أن تحسن كل شيء تفعله، وأن تحافظ على كل شيء تستعمله في هذه الدولة، لأن كل شيء تستعمله إنما هو أمانة. فإذا ما دخلت المدرسة، إذا كنت طالبا ودخلت المدرسة ووجدتها نظيفة ومرتبة، فلماذا تهمل؟ ولماذا تقطع الزهور أو تكسر المقاعد؟ إن إتقانك وإحسانك لهذه الأشياء أن تتركها جميلة كما أتيتها جميلة، أن تتركها حسنة كما أتيتها حسنة،
لكننا نقول هذا المنتج منتج مثلا ياباني صنع في اليابان، فتجد الثقة فيه تامة. لكن عندما نتحدث عن صناعة مصرية أو صناعة إسلامية نقول إنها ليست في المستوى المطلوب. هذا مما يأسى له الإنسان. أيها الإخوة الأحباب، نستمع الآن إلى هذه الكلمة عن الإحسان من فضيلة الأستاذ الدكتور بكر زكي عوض، عميد كلية أصول الدين الأسبق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الحضور الكرام، تحية من عند الله مباركة طيبة، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يطيب لي في البدء أن أتوجه بخالص الشكر وعظيم التقدير إلى وزارة الأوقاف وزيرا، وإلى سائر القائمين على أمر الدعوة الإسلامية، بناء على ما رأينا من حركة الدعوة التي شبت في الآونة الأخيرة وعادت الروح إلى المساجد بعد أن أصابها ما أصابها، حتى كان الفرج، ونسأل الله المزيد والتيسير. الموضوع الذي نتناوله اليوم بالبيان يعد مشروعا علميا لبحث علمي لمن أراد أن يكتب فيه رسالة ماجستير أو رسالة دكتوراه. لماذا؟ لأننا حين ننظر في القرآن الكريم من ناحية، وننظر في سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من ناحية ثانية، نجد أن الحديث عن الإحسان قد اتخذ صورا تبلغ حدا في الكسر. من هذه الصور ما يلي: أولا، أسمى مراتب الإحسان: الإحسان مع الله، أو الإحسان لوجه الله. المرتبة الثانية من مراتب الإحسان: إحسان الإنسان مع الإنسان الآخر على اختلاف شكله ولونه ونوعه ودينه أو معتقده. المرتبة الثالثة من مراتب الإحسان: أن يحسن الإنسان إلى الحيوانات وإلى كل كائن حي يتولى الإنسان رعايته أو تدب فيه الروح غير مأذون بقتله، وهو ما يبين إن شاء الله. إذن أول مرتبة الإحسان مع الله، المرتبة الثانية الإحسان مع الناس، المرتبة الثالثة الإحسان مع الحيوانات، المرتبة الرابعة الإحسان مع الجمادات، المرتبة الخامسة الإحسان مع النبات. كل عنصر من هذه العناصر يحتاج إلى بيان ومزيد إيضاح، ولكني سأتناول جانبا واحدا في حدود الوقت المتاح، وهو أسمى مراتب الإحسان: الإحسان مع الله أو الإحسان لوجه الله. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حريص كل الحرص على أن يجعل أتباعه في الصدارة، وحريص كل الحرص على أن يتفاضل أتباعه فيما بينهم من أجل السمو في الدرجات العلى. وهذا الذي أقول مأخوذ من حديث جبريل مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سأله عن الإسلام، فبين له أنه يتجلى في أداء التكاليف الشرعية،
ثم سأله عن الإيمان وهي مرتبة أعلى، فقال له صلى الله عليه وسلم: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والقدر خيره وشره واليوم الآخر. ثم ارتقى في مراتب الالتزام فسأله عن الإحسان، فبين له المصطفى صلى الله عليه وسلم أن أسمى حالة يمكن أن يكون عليها الإنسان العابد هي مرتبة الإحسان، ولها مظهران. المظهر الأول وهو الأولى والمقدم أن تعبد الله كأنك تراه. المظهر الثاني إن لم تكن تراه فإنه يرى. هذا الخبر عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو مأخوذ من آيات تبلغ حدا في الكسرة، منها قول الله تعالى: إن الله كان عليكم رقيبا. والله لو أن المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها جعلوا هذا الجزء من الآية نصب أعينهم إن الله كان عليكم رقيبا لكان حال المسلمين على غير ما هم عليه الآن. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما تخفي عليه يغيب. ولهذا رأينا الحق سبحانه وتعالى ينبهنا إلى أنه رقيب علينا في أقوالنا، رقيب علينا في أفعالنا، رقيب علينا في حركاتنا وسكناتنا. وآيات القرآن صريحة في الدلالة على هذه المعاني. هذا التوجه في الإحسان مع الله أو الإحسان لوجه الله يحمل الإنسان المسلم على أن يرقب ربه في كل حركة وسكنة وفي كل خلوة وفي كل جلوة. لماذا؟ أي إنسان إذا أراد أن يقدم على معصية، يريد أن يسرق، يريد أن يزني، يريد أن يفعل أي شيء ما، إنه أحرص ما يكون على ألا يراه أحد، أو أن من يراه يمكن أن يتفاهم معه، أو أن من يراه يمكن أن يغالبه فيغلبه. فلا يمكن لسارق أن يسرق إلا في ضوء هذه الاعتبارات. هذا ولله المثل الأعلى. لو قلنا إن الإنسان لا يقدم على المعصية إلا مع غيبة الرائي، فالإسلام قد أخبرنا بقول الله تعالى: فأينما تولوا فثم وجه الله. الإسلام قد أخبرنا بقول الله تعالى: وهو معكم أينما كنتم. الإسلام قد أخبرنا بقول الله جل في علاه: وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. الإسلام قد أخبرنا أن الحق سبحانه يعلم السر وأخفى، والسر ما تضمره في صدره من خير أو شر. إن كان خيرا قدر الله لك خيرا مثله وفق وعد الله جل في علاه، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وإن كان شرا أنسأك أي أمهلك. ومن رحمة الله بنا
أنه جعل لكل إنسان منا بلا استثناء قرينا من الملائكة وقرينا من الجن، كما أخبرنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن للشيطان لمة لابن آدم، وإن للملك لمة أو لمة. فأما لمة الشيطان فإيعاز بالشر وتكذيب بالحق، وأما لمة الملك فإيعاز بالحق وتكذيب بالشر. بمعنى أنك لو لا قدر الله إذا أردت أن تفعل معصية تجد نفسك مترددا، الشيطان يدفعك إلى الفعل، ومن داخلك من يقول لك اتق الله، إن الله كان عليكم رقيبا. هناك من يحول بينك وبين المعصية، ولكن في بعض الأحيان النفس الأمارة بالسوء والهوى وأصدقاء السوء وما شاكل ذلك يحملون الإنسان على فعل المعصية. أما لو كان الإنسان مع الله فإنه يحفظ بوعد الله من الوقوع في المعصية. قال تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. وإبليس نفسه قال للحق سبحانه: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين أو المخلصين بحسب القراءات. هنا نقول إن العيش مع الله بهذه المرتبة، أي مرتبة الإحسان، إنما تعود على الإنسان كما قلت بفوائد تبلغ حدا في الكسر. الفائدة الأولى أن الله يحفظك من نزغ الشيطان، ويحول بينه وبينك من أن يتسلط عليك. الفائدة الثانية أنك يتحقق لك وعد الله، وقد أخبرنا في كثير من المواطن بقوله: إن الله يحب المحسنين. فهل نستطيع أن نصل إلى هذه المرتبة أو إلى هذه الحال؟ الفائدة الثالثة أن الإحسان في الدنيا يكسب إحسانا من الله في الدنيا، ويكسب إحسانا من الله في الآخرة، وفق قوله تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ الفائدة الرابعة أنك تخرج من دائرة العتاب من قبل الله. لماذا؟ لأن المحسنين يرقبون أوامر الله ويرقبون نواهي الله، يرقبون أوامر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويرقبون نواهي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أمر الله بأمر فإنهم يأتون به على أفضل حال، وهذا هو معنى الإحسان إذا تعلق بالأفعال، وهو أخص وأدق من الإتقان من ناحية، وأوسع من ناحية ثانية. بمعنى أن الحق إذا أمر بأمر فأنت تحرص على أن تؤدي الأمر الإلهي كأفضل ما يكون الأداء، وإذا قصرت وحاش لله فإنك تعاتب. وأظنكم جميعا تذكرون الحديث القدسي الذي قال فيه رب العزة: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. فيقول الإنسان له، وذلك في مقام السؤال بين يدي الله عن التقصير هنا: كيف أعودك إلى آخره؟ يقول:
مرض عبدي فلان فلم تعد. أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ كأن فعل الخير عندنا يبتغى به وجه الله على سبيل الابتداء. يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني، فيقول الإنسان يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين، فيقول استطعمك عبدي فلان، أي طلب منك طعاما أو ما يقتات به. أما علمت أنك لو أطعمته لوجدتني عنده؟ استسقاك عبدي فلان فلم تسقه، فيقول يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين، فيقول استسقاك عبدي فلان فلم تسقه. أما علمت أنك لو سقيته لوجدتني عنده؟ هذا هو الإحسان، أن نفعل الخير من خلق الله نبتغي به وجه الله جل في علاه. ولهذا رأينا الحق سبحانه وتعالى يمتدح الذين يسلكون هذا السبيل بمدائح تبلغ حدا في الكسرة. فهل لنا أن نعيش مع الله بهذه المعية أو بهذا الخلق وهو خلق الإحسان فيما يتعلق بالأفعال؟ نقطة ثانية وأخيرة في كلمتي، وهو أن الحق إذا جعل الإحسان على سبيل الابتداء حقا يتعلق به، فإنه شاء أن يجعل للوالدين أيضا حقا من هذا الحق. والله سبحانه وتعالى حين ننظر في القرآن الكريم نجد أنه أمر خلقه أجمع، أن يحسنوا إلى آبائهم. والدليل على هذا قول الله تعالى وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسان. بنو إسرائيل هؤلاء هم أبناء يعقوب عليه السلام، بينه وبين موسى فترة زمنية تصل إلى 200 عام. وجاء موسى عليه السلام وبنو إسرائيل معه وأقاموا في مصر 470 سنة، والله يأخذ عليهم العهد والميثاق أن يكونوا محسنين إلى آبائهم. ولاقى موسى ربه، وجاء عيسى من بعده 1300 عام، والعهد أيضا قائم. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. ثم جاء عيسى وكان أيضا يجاوره في وقت البعثة زكريا عليه السلام، وكل منهم يعلن أنه بارا بوالديه وأنه بارا بوالدته، فالأول له أبوان والثاني له أم وهما من بني إسرائيل. فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدنا نصوص القرآن تركز على هذا الحق وترتبه على حق الله في مرتبة الإحسان أو في مرتبة التوحيد. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. وسورة الإسراء فصلت صور الإحسان كما سمعنا أو كما نحفظ جميعا. أما نقطة أخيرة وهو أن الإحسان إلى الوالدين في الإسلام
يختلف جملة وتفصيلا عما ورد إلى عالمنا الإسلامي. ففي الآونة الأخيرة ظهرت ثقافة الإحسان في أن يتم إيداع الوالدين إما في دار المسنين، وإما في إحدى المستشفيات، وإما في استئجار سكن مفروش ليتحرر الابن من وجود أبيه أو من وجود أمه، لأن الزوجة لا تقبل أن تكون حماتها في بيت ابنها إلى آخره. هذا لا يعد ضربا من الإحسان على وجه الإطلاق، بل هو أسمى مراتب العقوق. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما. والمفسرون يقولون: ما وجدنا أقل من كلمة صغير مبناها كبير معناها من كلمة أف، فعلى صغر حكمها لكنها تعبر عن إنذار وعن تخويف يتحمل التبعة القائد. هذا في حال الحياة، ونحسن إليهما بعد وفاتهما أيضا. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان أحد أصحابه يخدم أبويه كما ينبغي، أو على خير حال من الخدمة. فلما لقي ربهما ظن أنه بهذا قد أدى كل الذي عليه تجاههما، فتوجه إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله هذا السؤال بعد أن ذكر له ما قدم لأبويه. سأله هذا السؤال: هل بقي علي من بر أبوي شيء بعد وفاتهما؟ ماذا قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، الصلاة عليهما، والاستغفار لهما، وإنفاز عهدهما، وإكرام صديقهما، وصلة الرحم التي لا رحم لك إلا من قبلهما. والمراد بالصلاة عليهما الدعاء، وليس المراد بالصلاة أن تصلي عن والد لم يصلي ولا عن والدة لم تصلي. فكل الفقهاء أجمعوا على أنه لا نيابة أو إنابة في الصلاة. وأما الصوم والزكاة والحج فهناك آراء تبلغ حدا في الكسرة فيما يتعلق بالقضاء بعد الموات، تقسيما كتقسيم التركة أخذا من قاعدة الغنم بالغر. الصلاة عليهما أي لا تكف عن الدعاء. وحبذا لو كنت صالحا يتحقق وعد رسول الله صصلى الله عليه وسلم حين قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، من هذه الثلاث ولد صالح يدعو له. إنفاذ عهدهما إن كان مطابقا للشريعة، أما إذا وصاك بأمر يخالف فيه الشرع فلا تنزل عليه على وجه الإطلاق. وإكرام صديقهما وصلة الرحم أي أن تزور أصحاب الوالد، وأن تزور المرأة صواحب أمها وكذلك أصدقاؤهما. هذا كله يعد ضربا من ضروب الإحسان إلى الوالدين. أكتفي بهذا القدر، ويبقى الحديث عن الإحسان وإتقانه فيما يتعلق بالناس وفيما يتعلق بالحيوان والنبات والجماد. شكرا لكم، والحمد لله رب العالمين. شكرا لفضيلة الأستاذ الدكتور بكر زكي عوض، عميد كلية وصول الدين الأسبق بالقاهرة. وقد حدثنا عن عدة معان للإحسان، على رأسها المراقبة، بأن يستشعر الإنسان أن الله مطلع عليه، أن الله شاهده، أن الله يراقبه في كل فعل،
خاصة في عباداته وفي طاعاته. أما المعنى الثاني فهو الإنعام، بأن يحسن إنسان على أخيه الإنسان، كأن يعطيه مالا أو هدية أو يعلمه شيئا من العلم النافع في هذه الدنيا. والإحسان إخوة الإيمان له دوائر كثيرة، منها الإحسان إلى الوالدين ببر الوالدين، والإحسان إلى الأقارب بحسن صلتهم والتودد إليهم، والإحسان إلى اليتامى والمساكين والفقراء بالعطف عليهم والصدقة، والإحسان إلى الجيران بحسن المعاملة، والإحسان إلى الأصدقاء بالوفاء. وحسب الإحسان فضيلة وصفة عظمى أن الحق جل وعلا اتصف بالإحسان، وكذلك اتصف بالإحسان الأنبياء والصالحون. ونقرأ كثيرا في القرآن: إن الله يحب المحسنين، والله يحب المحسنين، إنه كان من المحسنين. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، لطالما استعبد الإحسان لطالما استعبد الناس إحسانه. إذا أنت أنعمت إلى إنسان وأزديت إليه معروفا، صار لك كأنه عبد يطيعك في كل شيء. فالإحسان إخوة الإيمان له دوائر كثيرة. نستمع الآن إلى هذه الكلمة من فضيلة الدكتور محمود خليل سيد، وكيل مديرية أوقاف القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله خير الأسماء. بسم الله الذي باسمه يفتح كل باب ويستفتح كل كتاب. سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا. نسألك يا من علمت آدم الأسماء كلها أن تعلمنا، ونسألك يا من فهمت سليمان ولقمان الحكمة أن تفهمنا، ونسألك يا من أدبت عبدك ونبيك محمدًا أن تخلقنا بأخلاق الأنبياء والصالحين. وصل اللهم وسلم وبارك على خير من أحسن إلى الله، وأحسن إلى الناس، وأحسن إلى النفس، صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله. وكيف لا نصلي عليك يا سيدي يا رسول الله، ورب العزة في علاه يصلي عليك. وكيف لا نصلي عليك يا سيدي يا رسول الله، وملائكة السماوات والأرض يصلون عليك. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي المجتبى المرتضى المصطفى المختار، وعلى الآل والأصحاب والأحباب والأتباع إلى يوم الدين وبعد. فإنني أتقدم بخالص الشكر والتقدير والامتنان إلى سعادة الأستاذ الدكتور بكر زكي عوض، وإني لأجد نفسي إلى جواره كما رأى الهدهد نفسه بين يدي سيدنا سليمان. ولكن أقول إن الله عز وجل من إحسانه إلى خلقه بأن من عليهم بالأقدار التي فيها نفعهم وفيها مصلحتهم، فلذلك رغب الله عز وجل في الإحسان، رغبنا في هذا المعنى وفي هذه المرتبة التي هي من أعلى المراتب بعد الإسلام وبعد الإيمان، هي الإحسان، أن تفعل كل ما هو حسن وجميل تفعله ابتغاء وجه الله عز وجل. قال الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وهناك فرق بين العدل والإحسان. العدل هو أن تأخذ ما لك وتدفع ما عليك، هذا هو العدل. أما الإحسان هو أن تأخذ ما لك وتؤدي أكثر مما عليك. إن الله يأمر بهذا ويأمر بذاك،
والنفوس البشرية ليست على السواء، فهناك من هو سخي الطبع تجده كريم وحليم وودود ويمد يد المعونة لمن يحتاج، هذا هو المحسن. العدل تأخذ ما لك وتؤدي ما عليك، يعني شغال إيه؟ بالورقة والقلم. أما المحسن فليس عنده حد للعطاء، ولذلك أحسن الله إليك قبل أن تأتي إلى الدنيا، ولا يزال إحسانه مستمر عليك وأنت في بطن أمك، ثم يزداد إحسانه بعد أن تأتي إلى الدنيا. ولذلك سيدنا يوسف عليه السلام لما دخل السجن ورآه من معه يجري ويسعى في قضاء حوائجهم، يساعدهم، ينصحهم، يراعي أحوالهم، فلما رأى أحدهم رؤيا منامية ذهب لمن؟ ذهب لسيدنا يوسف، إنا نراك من المحسنين. الإحسان أيها الأحبة ليس كلام، وإنما هي أفعال وسلوكيات وشعور يتولد في الإنسان. إنا نراك من المحسنين، وهو هو سيدنا يوسف عليه السلام في أواخر سورة يوسف يقول: وقد أحسن بي ربي إذ أخرجني من السجن، زاد كماله وزادت روعته عليه السلام وهو في أشد الأزمات، إنا نراك من المحسنين. وفي النهاية: وقد أحسن بي ربي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. فمن هنا أيها الأحبة الكرام، رغب الله عز وجل في الإحسان، وقولوا للناس حسنا، أي اجعل كلامك كله حسن وكله جمال، ولا تكن فاحشا ولا بذيئا، ولا ترد السيئة بمثلها، فإن الله عز وجل أمرك أن تقول كل ما هو حسن وجميل. ومن هنا أيها الأحبة الكرام، كيف يكون العبد محسنا؟ إزاي أكون محسن؟ أنت قد حققت الإسلام لما تلفظت بالشهادتين: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا، هذا هو الإسلام، وتؤدي الصلاة وتؤدي الزكاة وتصوم رمضان، وإن استطعت تذهب إلى أداء الفريضة، ثم بعد ذلك الإيمان، ثم تسأل كيف أكون محسنا؟ أن تستشعر مراقبة الله، تستشعر أن الله عز وجل يضع عليك كاميرات مراقبة ليلا ونهارا. أنت لما تكون في مكان أو في محل مشهور أو في مؤسسة أو في شركة وتجد كاميرات المراقبة، حريص على ألا يصدر منك أي مخالفة. إن الله كان عليكم أشد من كاميرات المراقبة، حفظ وكتب، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. أضف إلى ذلك أن العبد عندما يقف بين يدي الله يوم القيامة، رب العزة يقول له: إنا كنا نستنسخ ما كنتم، يعني كل حركاتك وسكناتك بالصوت والصورة عند مين؟ إن كنت تريد أن تكون محسنا فاستشعر مراقبة الله لك. وكذلك عليك أن تتذكر يوم الحساب وأحوال القيامة، وعليك أن تتذكر أن الله عز وجل سيعرض عليك صحيفة أعمالك، وأن الله عز وجل سيدنيك منه، وأن الله عز وجل سيخبرك بما صدر منك. يبقى تستشعر مراقبة الله وتتذكر الحساب وأحوال الآخرة، هذا لمن أراد أن يزداد إحسانا. ولذلك أيها الأحبة الكرام،
سيدنا الإمام الحسن البصري عليه الرضوان من الله عز وجل، وهو من كبار التابعين، لما كان يجلس ليعلم الناس ويذكرهم بأمور الدين والدنيا كان يقص عليهم قصة الجذع الذي حن إلى رسول الله، فكان يذكر لهم القصة ويقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صنعوا له منبرا من الخشب وصعد النبي في أول خطبة على منبر الخشب بكى الجذع الذي كان يقف النبي عليه خطيبا، بكى لفراق النبي، فنزل النبي من على المنبر وترك خطبته وترك موعظته وذهب إلى الجذع وحضن الجذع، فسكت الجذع وتوقف عن البكاء. فكان الإمام الحسن البصري لما يقص هذه القصة ويحكيها يقول لمن يسمعون إليه أو لمن يستمعون إليه: خشبة تحن إلى رسول الله شوقا إليه وحزنا على فراقه وأنتم لا تشتاقون إليه. هذا الذي صنعه النبي من نزوله على المنبر واحتضانه للجزع ما هو إلا أرقى مراتب الإحسان مع الجماد. وهذا هو النبي المعلم، يأمرنا أن نتعامل بالإحسان مع الحيوان. إن الله عز وجل يأمرنا بالإحسان كما جاء في القرآن الكريم، وأراد منا أن نتعامل بالإحسان كما ذكر أستاذنا مع الوالدين ومع الناس ومع اليتامى ومع المحتاجين ومع الجيران، كما جاءت النصوص المتواترة في القرآن الكريم. أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالإحسان إلى الحيوان: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم لما تذبح الذبيحة فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. صلوا على من علمنا هذه المعاني الراقية صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة الكرام، إن من ثمرات الإيمان أنك تنال شرف القرب من الله عز وجل. إن رحمة الله قريب من المحسنين. إذا أردت أن تزداد رفعة وقربا من الله عز وجل فعليك بالإحسان، أن تستشعر أن الله عز وجل سيحاسبك على كل حركة وعلى كل فعل صدر منك وعلى كل كلمة تلفظت بها. إذا استشعرت مراقبة الله عز وجل ازداد إحسانك وازداد مقامك وازددت رفعة عند الله عز وجل. فأيها الأحبة الكرام، الله عز وجل سمى سورة في القرآن تسمى سورة الماعون. الماعون هو ما تؤدي به أو ما تقضي به أو ما تساعد به من يحتاج إلى معونة. أرأيت الذي يكذب الدين فذلك الذي يدعو، أي لا يسأل عن اليتامى، ليس عنده إحساس بالآخرين. فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض، أي ولا يحث الناس على أن يمد يد المعونة لليتامى والمساكين والمحتاجين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، أي الذين نسوا أن الصلاة تأمر بالمعروف، أن الصلاة تزكي النفس، أن الصلاة تؤدي إلى زيادة الإحسان. الذين هم عن صلاتهم، أي لا يدركون المعنى الحقيقي للصلاة، أن يزداد العبد إحسانا وقربا ورفعة. أسجد واقترب من الله. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. كل من منع معونة وهو يستطيع فليس بمحسن. كل من كان بإمكانه أن يقضي حاجة عبد ولم يقضها فليس بمحسن. فكونوا محسنين كما كان سيدنا رسول الله. كان يتبسم لليهود، وكان يتبسم للنصارى، وكان يتبسم لعباد الحجارة وعباد الأصنام. لماذا كان يتبسم لهم؟ هو إحسان. كان يريد منهم أن يدخلوا في دين الله أفواجا. ظل يتبسم صلى الله عليه وسلم ويخفض الجناح ويتعامل باليسر واللين إلى أن دخل الناس
في دين الله أفواجا، فكونوا كما كان سيدنا رسول الله، كان محسنا وكان رحيما. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا. اللهم ارفعنا ولا تضعنا، وزدنا ولا تنقصنا، واقبلنا ولا تطردنا، وكلنا ولا تكن علينا. اللهم اجعل بلدنا مصر أمنا وأمانا، سلما وسلاما، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هكذا إخوة الإيمان، استمعنا إلى هذه الكلمة من فضيلة الدكتور محمود خليل سيد، وكيل مديرية أوقاف القاهرة. وحقا إخوة الإيمان، الناس أبناء ما يحسنون. وإذا أردت أن تعرف قدرك عند الله عز وجل، فتعرف على قدر إحسانك مع الله. فإن كنت قاضيا محسنا، كنت ماهرا ومقبولا عند الله. وإن كنت معلما محسنا في تعليمك وتربيتك لتلامذتك وأبنائك، كنت من المحسنين. وإذا كنت صانعا وزارعا وقارئا ماهرا في أي ميدان من الميادين، كنت محسنا فأنت من المحسنين عند الله. يقول الإمام علي: وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. ففز بعلم تعش حيا به أبدا، الناس موتى وأهل العلم أحياء. وأرى إخوة الإيمان أن الإحسان ضد الفهلوة التي انتشرت بيننا كثيرا. فكل إنسان عندما، أو أغلب الناس، لا نريد التعميم لأن التعميم في المنهج وخطأ، أغلب الناس عندما يوكل إليه عمل فيريد أن يفعله بسرعة بصرف النظر عن إتقانه وإحسانه لهذا العمل. وهذه الثقافة هي التي تهدم ولا تبني، هي التي تدمر ولا تعمر. فينبغي علينا أن نكون محسنين في كل عمل نقوم به، لأن الله مطلع علينا ومراقبنا. إلهي يا بديع الكون، خذ بيدي لمرضاتك. لقد أدركت أنك واحد فرد بآياتك، إن أكن صفرا فأنت الله في ذاتك. ضللت الدرب من ضعفي، فأدركني بقدراتك. أرحني إلهي، إن لي قلبا يتوق إلى مناجاتك. نستمع الآن إلى هذه الأدعية والمناجاة والمدائح النبوية مع المبتهل الشيخ كمال أبو عرب. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على الحبيب المصطفى، إمام العلوم وبحر الوفا، سيدي يا رسول الله، يا حبيب الله، يا رسول الله، لذكر محمد تحيا القلوب،
أحيا القلوب وتغتفر الخطايا والذنوب. نبي نبي كامل الأوصاف لين الأطاف كامل الأوصاف لين الأطاف تمت محاسنه فقيل له الحبيب سيدي يا رسول الله لذكر محمد لذكر طه لذكر محمد تحيا القلوب وتغتفر الخطايا والذنوب نبي كامل الأوصاف فقيل له الحبيب حبيب الله اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا اللهم احفظ مصرنا واحفظ أمنها وجيشها وشعبها ورئيسها وعلماءها يا شفيعي يا رسول الله يا سيد الرسل الكرام يا سيد الرسل الكرام ومن به قد جاء للدين الحنيف بنا يا سيد الرسل الكرام ومن به قد جاء للدين الحنيف بناه الحق نور نور أنت مظهر فجري والشرك ليل أنت في ضياء والعدل أنت يا رسول الله والعدل أنت وضعت ثابت ركنه فمضى على سنن لك الخلفاء
النبي صلوا عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. هكذا أيها الإخوة المؤمنون استمعنا إلى هذه المدائح النبوية من المبتهل الشيخ كمال أبو عرب، وقد تعلمنا من أساتذتنا في هذه الندوة أن نكون محسنين مع الناس ومع النبات بالمحافظة على الأشجار والورود في الحدائق، ومع الجماد بالمحافظة على مصابيح الإنارة والشوارع وكل المرافق العامة. كذلك ينبغي أن نكون محسنين مع الحيوانات، فهناك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيه: من قتل عصفورا جاء يوم القيامة إلى الله يعج، يعني يشكو إلى الله بصوت مرتفع. ماذا يقول؟ يقول: يا الله، لقد قتلني فلان عبثا ولم يقتلني لمنفعة. فالإحسان أن نفعل كل شيء ينفع الناس وينفع دنيانا وينفع بلدنا. اللهم اجعلنا من عبادك الخاشعين، واجعلنا من عبادك المتقنين، واجعلنا من عبادك المنفقين، واجعلنا من عبادك العافين، واجعلنا من عبادك الصادقين والمتصدقين، واجعلنا من عبادك المتقنين المحسنين. اللهم اجعلنا من حزبك، فإن حزبك هم المفلحون. اللهم اجعلنا من جندك، فإن جندك هم الغالبون. اللهم اجعلنا من أوليائك، فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هكذا أيها الإخوة المؤمنون استمعنا إلى فضيلة الأستاذ الدكتور بكر زكي عوض، عميد كلية أصول الدين الأسبق بالقاهرة، كما استمعنا إلى فضيلة الدكتور محمود خليل سيد، وكيل مديرية أوقاف القاهرة، واستمعنا إلى تلاوة مباركة من القارئ الشيخ شريف عامر، وإلى ابتهال من المبتهل الشيخ كمال أبو عرب، بحضور فضيلة الدكتور منتصف محمود عبد المهيمن، مدير الإدارات الفرعية بمديرية القاهرة، والدكتور ياسر معروف خليل مدير إدارة المعادي، والدكتور محمد السيد حسن المفتش بالإدارة بالأوقاف، والشيخ علاء مجدي صقر المفتش بإدارة الأوقاف، والدكتور عبد الله عبد الفتاح المفتش بإدارة الأوقاف، والدكتور عبد الرحمن رضا علي إمام المسجد. وشكرا لكم، وإلى الملتقى. نترككم في رعاية الله وأمنه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.